شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أحد ولن تقبل إلا بحل دولتين، مشيرا إلى أن أي حلول أخرى سينتج عنها عدم الاستقرار والأمن لكل دول في المنطقة. وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي أمام معبر رفح أنه لن يكون هناك استقرار في المنطقة دون حل الدولتين، موضحا أن مصر تدعو العالم لتبني هذا الحل الشامل الذي يضمن عدم تكرار الأزمة الإنسانية الحالية. النقطة المهمة اللي احنا عايزين نؤكد عليها واللي أكد عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية لا على حسابها ولا على حساب حد غيرها. دي رسالة لازم تبقى واضحة للعالم كله. هذه القضية مرة أخرى لن تحل إلا بالحل اللي أقره العالم كله، وهو حل الدولتين. هذا هو الحل الشامل الذي سيضمن السلام في المنطقة. أي حلول أخرى سينتج عنها مهما كانت محاولة فرضها سيظل عدم الاستقرار وعدم الأمن والأمان لكل الدول في المنطقة مستمر.